جابها، رضا عطف الشمال اللي رفعت، احمد رفعت عايز يعدي، عدى فات رفعت خطوره، عرضيه لبره، الاستلام جميل والتصويم والهدف جول. الماهر ناصر ماهر يسجل اعزائي المشاهدين الهدف الاول، هدف التقدم في الدقيقه 30 من الزمن الشوط الاول. الجمله جميله والعرضيه روعه بقدم احمد رفعت، والمهاره موجوده فقدام نجم النجوم ناصر ماهر. ترجع تصل ناحيه رجب نبيل بالعرض لمحمود حليم، وحليم والقطع من خطوره ناصر ماهر، عدى فات ناصر ماهر والهدف، والهدف جول، والهدف التاني عملوها تاني وسجلوا الهدف التاني. هو 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 الماهر لرفعت راسيه مانو، كرة طولية حلوة، الله على الهجمة، الله على الجملة، منتهى الخطورة جوناثان، عرضية جميلة والتصويب الهدف جول. الله 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 الله، الجملة غير، الجملة غير، جملة عالمية وهدف عالمي عالمي عالمي. محمد رضا، محمد رضا يسجل مشاهدينا الهدف الثالث. استمتع، بص شوف فيوتشر من تسجيل الهاتريك اليوم في مرمى الحارس الهاني سليمان، ركلة وتصويب جول جول. الرباعية 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 الرباعية، أربعة فيوتشر لكريم طارق، تاني لعمرو نور السيد، يلجأ للكرة الطويلة داخل المنطقة، جول مش ممكن، جول، غلطة العمر، غلطة 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 كبيرة جدا من الدفاع ومن أحمد العربي، يستغل الفرصة محمود شبراوي وبالراس. تبديل للمقاولين العرب بعد ما وصلنا للدقيقة 67 في سعيه وبحثه عن التعادل، عرضية جول. هو في أول لمسة أسرع بديل، أسرع هدف لبديل أحمد علي من أول لمسة من عشر. يهنأ ولم يفرح بتقدمه إلا 8 دقايق. تقدم الجونة، اتعادل المقاولين وتسديدة جول جول جول. ماما دونياس يسجل الثاني لذئاب الجبل، الفرق جاء. هنشوف النهارده الاهداف هتقف عند الرقم كام. ادي كوره اماميه خطيره جدا جدا، سريع محمد الشامي ياخدها، حلوه دي كوره، جول 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 جول. عملها الشامي، ضيع الأولانية لكن التانية بمهارة فردية وبالسرعات، بالسرعات يا حبيبي بالسرعات. في الدقيقة 24 بيفتتح التسجيل محمد الشامي، ولكن بص شوف الحكاية، آدي الخطأ من عبد الله نصير جدا في نادي الاتحاد. أحمد عادل ميسي بيدخل للقلب ويحط كرة حلوة يا ولد، وادي فرصة ممكن جول 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 جول. ده هو هو بالكربون يا حبيبي بالكربون، خالد الغندور بالفعل أضاع الأولى لكن التانية ما تضيعش، وهدف التعادل بعد أربع دقايق فقط في الدقيقة 28. ولكن بص ميسي والتمريرة الدليفري والتحرك، واحدة والتانية ضغط عليه، بيتأخر كتير جدا جدا وبيفقد نادي الاتحاد الكرة في وضعيات صعبة جدا جدا، لكن فين الاستغلال؟ ادي كرة امامية عند الشامي اللي بيتحرك وبمجهود فردي وذاتي، وادي كرة جول 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 جول. عملها عملها محمد عادل وخد التمريرة الجميلة، ولكن في راية وفي صفارة مش ممكن. ادي اللقطة ادي اللقطة، ولكن هل مرتدة سريعة، اول لمسة عند اسامة فيصل، اسامة ينقل واحدة في اقصى الطرف الايسر، محمود سيد، ده ناصر منسي مع الكرة، ناصر 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 منسي، هلال فاضي هلال فاضي، عايز يلعب بينية لناصر، يا لعيب يا لعيب يا ناصر يا منسي، واحدة قوية في الثمانيات في الزاوية التسعين، ناصر منسي يسجل الهدف. خلاص لو في سن التحفظ هتروح من فاركو دلوقتي، وكرة عالية فيها خطورة ومحمود حمادة براسه، والتعادل سريع، التعادل سريع،
بسرعة بسرعة بسرعة، قلت لك هدف هيجي، هيقلب المباراة رأسا على عقب، ووليد علي سجل التعادل على طول في الدقيقة 59، فرق دقيقتين بس، فرق دقيقتين بس. ادي العرضية وادي احمد شريف، ماتش هايل يا جماعة، كرة جوه منطقة الجزاء وهروب من احمد شريف اللي حافظ عليها، احمد شريف يلف العرضية العالية والمحاولة بتنزل، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا محمود يا حمادة، هو ماتشه هو ماتشه، يصنع هدف ويسجل هدف، وفي الدقيقة 86 محمود حمادة بيأكد كلامي ويسجل الهدف الثاني. هلال من اجل نقطة وصبح من اجل ثلاث نقاط، هلال وصبحي، والهدف التعادل، هدف التعادل من محمد هلال، يسجل هدفه السادس في الدوري ويثبت صبحي مكانه ويرجع البنك الاهلي للمباراة. استلام لسه مع الكرة عمرو، لسه عمرو ورب لحسن علي على الطرف اليمين، حسن علي محاولة والهجمة لصالح النادي المصري، لسه المهارة الفردية أبو علي، لما كورته حلوة أبو علي، حسن علي ترجع مرة تانية ورا على طول محاولة، الجلاص راسية خطيرة والهدف، جول الهدف الأول، الهدف الأول، الياس الجلاصي يلعب عرضية ساحرة ثم الارتقاب ثم الارتقاب، والراسية الجميلة من اللاعب التونسي زيزو، حلوة المرة دي على الأرض لإمام عاشور بشماله، إمام يا ولد يا ولد، إمام عاشور 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 عاشور، بيمينه بيسجل بشماله بيسجل، قلنا قلنا قوة الزمالك في تسديدات إمام عاشور، لو لعب كظيافي هيفقد الزمالك.